اللعاب الذي جاء الأمر بغسله 7 مرات إحداهن بالتراب هو فيما إذا ولغ الكلب في الإناء، إناء فيه طعام فيه شراب ولغ فيه يكون طريق تطهيره ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يغسل 7 إحداهن بالتراب. أما ما عدا ذلك من سائر ما يكون من الألبسة والمتاع فإنه لا يطلب فيه هذا التسبيع ولا في التتريب، يكفي غسله مرة واحدة.